الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية مجلس الحديث المبارك نستفتح بالقرآن الكريم مع القارئ الشيخ أيمن منصور إمام المسجد، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
صدق الله العظيم. وبعد هذه القراءة المباركة نبدأ مجلس الحديث النبوي، والمجلس الحديث له حرمته وقدسيته، ويتفضل فيه كوكبة من سادة علماء الحديث، فضيلة الدكتور مصطفى أبو عمارة، وفضيلة الدكتور محمد نصر السوق اللبان، وفضيلة الدكتور أسامة إبراهيم محمد محمد، ويصادف ويوافق هذا اللقاء أمرين هامين. أما الأمر الأول فهو ما تعانيه الآن الأرض المقدسة من عدوان غاشم وظلم جثم عليها، ويتنادى المخلصون إلى رفع البلاء ورد الأعداء ونصرة المسلمين. ونحن بدورنا في مجلس الحديث النبوي نرفع وكف الضراعة إلى الله أن يرفع عن إخواننا في فلسطين العناء والبلاء، ونحن على يقين بأن الأمر الثاني وهو مصادفة ذكرى ميلاد أبي عبد الله الحسن بن علي واجتماع هؤلاء المخلصين حباً في الله وفي رسوله وفي آل بيته، على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لنا إن شاء الله ويرد عنا عدوان المعتدين، لأن الحديث النبوي الذي نجتمع فيه الآن تحفه الملائكة، ولأن هذا المجلس المبارك لا يشقى جليسهم، وأهل الحديث كما قالوا هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب، وحرصنا أن نحرص على صحبة أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لدينه ونصرة لأبناء دينه ونصرة للمظلومين. وعلى بركة الله نبدأ في الأحاديث المطلوب أن نقرأها في هذا المجلس. حديث باب المراطلة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. ومعنى المراطلة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا. ويروي أيضا حديثا قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا ب10 دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك منزلة الدنانير. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ،
فإن ذلك قبيح وذريعة، ومعنى ذريعة وسيلة، وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك بيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، ولم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، أن يجوز له البيع في ذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك كوفية مكروهة عند الناس، فتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون الذهب في التب الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهب الكوفية فامتنع. وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوات من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له هذا لا يصلح، فجعل الصاعين من كبيس وصاعا من حشر، يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشر، يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشر، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. أو أن يقول الرجل للرجل: بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر والحشف والتمر الرديء. قال مالك: فكل شيء من الذهب والفضة والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع وليستحل. وبذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك من الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذه معه لفضل سلعة صاحبيه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره ليبيعه على جدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إذا كان كذلك. باب العينة
وما يشبهها. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وعن مالك عن نافع عن حكيم بن حزام ابتاع طعام أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وعن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ قال: أعوذ بالله، وما ذلك؟ فقال: هذه الصكوك تبايع ناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريد الصبر. الصبرة هي المجتمع كالكومة من الطعام، ويقول له: من أي تجب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: تبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس الجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعتها؟ قال: نعم. فنهاه عن ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدن كله، الزيت والسم والعسل والخل والجبن والشبرة اللبن وما أشبه ذلك من الأدن، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. وهذا الحديث في صميم الفقه، لأن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله كان معروفا بفقهه وهو صاحب المذهب المعروف، فتناول بالتفصيل في المبيعات وفي المعاملات حتى في أنواع الطعام كل هذه الأمور، حتى يعيش الناس في حلال، وحتى يكون الفقه عنواناً ونوراً للمسلمين عبر عصورهم
ألا يخلوا بحكم من أحكام الله تعالى. ويأتي الدور الآن في قراءة القسم الثاني من هذه الأحاديث إلى فضيلة الصديق العزيز والزميل النبيل فضيلة الدكتور مصطفى محمد السيد أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، فليتفضل سيادته مشكورا. شكرا يا سيد الفرد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستدفع به نقمته منا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار، أما بعد، فنحمد الله ربنا تبارك وتعالى أن عاد إلينا فضيلة شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في حلقة قراءة الموطأ حتى نكمل المسيرة مع إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. وكما استمعتم من فضيلته، فإن مالك بن أنس صاحب الموطأ كان من الفقه بمكان، ولذلك استمعنا فيما استمعنا إليه من فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم أحاديث وفتاوى تتعلق بقضية البيع والشراء، وأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يصح التجارة فيها إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا أردت أن تبيع شيئا جيدا فلا تخلط معه شيئا رديئا، وإذا أردت أن تشتري سلعة من صاحبها فلا بد أن يتملك صاحبها السلعة حتى يقبضها ويستوفيها، ولذلك كان النهي عن بيع العينة كما استمعتم. فمالك بن أنس في هذا الجانب الذي تستمعون إليه اليوم يتكلم عن فقه المعاملات، فقه البيع والشراء، هل يصح البيع إلى أجل، هل يصح البيع بالسلفة أو ماذا. والكلام الآن قال مالك: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، والأجل معروف إلى مدة. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة، حنطة اللي هي القمح، أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فلا بد من القبض ولا بد من التملك. قال: وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه، فلا بد أن يكون الثمن مقبوضا ولا بد أن تكون السلعة في يد صاحبها. وقال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة.
فأما أن يشتري بالذهب الذي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك. قال مالك، وهذا هو دقة العلم عند مالك، قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يره بأسا. فهي القضية ليست قضية رأي شخصي، إنما هذه قضية مجتمع، فلا بد أن يتحرى مالك في فتوى فيسأل أهل العلم. والعالم لا يكون عالما إلا إذا تعلم من مثله وممن فوقه وممن دونه. فمالك بيسأل. قال: باب السلفة في الطعام. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. كلام واضح. فاللي عاوز يشتري حاجة وتسلمها بعد شهر بعد سنة لابد أن تضع لها مواصفات وأن تحدد زمنا معلوما حتى لا يدخل الغرر أو الربا في البيع والشراء. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري، وده بيحصل، فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني، يعني خلاص نفك العقد بيني وبينك، أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكره وكذلك من قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه، مش مانع إن أنت تأخذ حاجة أحسن من اللي أنت تعاقدت معاها، أو أدنى بعد محل الأجل، بعد ما يأتي الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة
في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراً أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانياً أو جمعاً، يعني نوع من التمور موجودة في المدينة، لك تمر صيحاني، تمر براني، تمر براني إلى آخره. فلا بأس أن يأخذ صيحانياً أو جمعاً، برضو جمع نوع من التمر اللي هو بيسموه التمر الصائط، بلحية ضعيفة كده. وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كي ما سلف فيه. باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، الأكل بتاع الدابة انتهى، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله في الزيادة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله سواء بسواء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ألا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد. فالشرط الأساسي أن تقبض سلعتك وأن تدفع نقودك. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، لأن كل ذا مش سواء، مفيش تساوي، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب. والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب لأنها مختلفة، وصاع من حنطة بصاعين من سم، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجال فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك:
ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، لأن فيها تدليس. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. البيع جزافا ده ما ينفعش. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض. يعني لو رغيف خبز وزنه 5 جرام ممكن أشتري رغيفين خبز وزنهم 2 جرام مش مشكلة. فهو بيقول: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. وكأن مالك بن أنس يقرأ ما نحن عليه الآن، فرحمه الله. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا، لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. باب جامع بيع الطعام. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام حتى أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار. الصكوك دي ورقة أو كتاب كان بيكتبوا الأمراء للناس، يقوموا يقولوا إيه، كانوا بيعطوهم يعني مرتبات وأعطيات فيتبعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا. فبيقول: وكلمة الجار هنا اسم موضع كانوا بيحطوا فيه الغلال والقمح. فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما، فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، حتى يستوي، يعني ما نبيعش السنابل الخضراء لأن ما فيها قمح. لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعله بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه
ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفاً حالاً فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز، ولو اشترى منه دراهم نقصاً بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصاً لم يحل له ذلك. قال مالك: وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة، يعني المغالبة، بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر درهم إلى أجل ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. باب الحكرة والتربص. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. الاحتكار، احتكار أرزاق الناس والتموين والسلع، هذا منهي عنه، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء. قال: وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة اسم مكان. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل. قال لا بأس بذلك. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين، النجيب يعني الجمل الصاحي، أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإن كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمن. قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد اللبان. شكر الله لفضيلة الدكتور مصطفى أبو عمارة هذا التفصيل والتفسير، والقراءة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة محمد اللبان. دكتور محمد اللبان. دكتور محمد اللبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن غير ذي عوج، وعلى آله وصحبه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. يقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله علينا أن نجتمع في هذا المكان ولقراءة كتاب من كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله علينا أن يعود إلينا أستاذنا وشيخنا وعالمنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية دوما. ومع القراءة وإكمالا لما قرأه أستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة نقول قال الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. قال الإمام مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وقال الإمام مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً. باب بيع الحيوان باللحم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وحدثني عن مالك كما قال الراوي عن داود ابن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية، إنما الخمر والميسر، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: رأيت رجلا اشترى شارفا، والشارف المسنة من النوق، شارفا بعشرة شياه. وقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان ابن عثمان وهشام ابن إسماعيل، ينهون عن ذلك. باب بيع اللحم باللحم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد. قال الإمام مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش، من الوحوش كلها اثنين بواحد، وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال الإمام مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً يداً بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. باب ما جاء في ثمن الكلب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال الإمام مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال الإمام مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال الإمام مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي. الشطوي نسبة إلى شطى، وهي قرية بمصر في محافظة دمياط. أو القصبي، نوع من الثياب الناعمة بالأثواب من الإتريبي، والإتريبي نوع من الأثواب نسبة إلى قرية في مصر. أو القسي، نسبة إلى قس موضع في مصر. أو الزيقة، نوع من الثياب الغليظة الرديئة. أو الثوب الهروي أو المروي، والهروي نسبة إلى هراء، الهروي نسبة إلى هراء بخراسان، أو والمروي نسبة إلى مر. بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة أي تأخير فلا خير فيه. قال الإمام مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال الإمام مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه، أي أخذت ثمنه عاجلا. باب السلفة في العروض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، يعني جزء من الثياب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تلك الورق بالورق، الفضة بالفضة، وكره ذلك. قال الإمام مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية
أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري وإن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال الإمام مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ. والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال الإمام مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال الإمام مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال الإمام مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك. إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترق فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال الإمام مالك: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال الإمام مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص
والآنك والشبه والصف، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. قال الإمام مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً، حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال الإمام مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال الإمام مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. باب النهي عن بيعتين في بيعة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال الإمام مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال الإمام مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة
فيدعها ويأخذ 10 أصع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام 2 بـ1. باب بيع الغرر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الإمام مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال الإمام مالك: وفي ذلك عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدرى أزادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال الإمام مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسناً أم قبيحاً أم تاماً أم ناقصاً أم ذكراً أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال الإمام مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بـ2 دينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال الإمام مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزب بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال الإمام مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب ألبان بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، السليخة هو دهن ثمر البان قبل أن يربب، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. قال الإمام مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلع، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال الإمام مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، يعني يقطع بالبيع، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليه، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا.
باب الملامسة والمنابذة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال الإمام مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، يطرح إليه ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. فهذا الذي نهى، هذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال الإمام مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهم، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال الإمام مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف، أي المواصفات، في ورقة تكتب فيها المواصفات تسمى البرنامج، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة. باب بيع المرابحة. قال: حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يخدم به بلداً آخر فيبيعه مرابحةً، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال الإمام مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. قال الإمام مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيخدم به بلداً فيبيعه مرابحةً أو يبيعه حيث اشتراه مرابحةً على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. قال الإمام مالك: وإذا باع الرجل سلعة
قامت عليه بمئة دينار للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مئة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارا. قال الإمام مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمئة وعشرين دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. باب البيع على البرنامج. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال الإمام مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. قال الإمام مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها، يعدونها غالية ويندمون. قال الإمام مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج، أي المواصفات التي اشتروا عليه. قال الإمام مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. باب بيع الخيار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال الإمام مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. قال الإمام مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا. إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قل. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. باب ما جاء في الربا في الدين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة اسم مكان إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقذونني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. قال: وحدثني عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن خلدة عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. قال الإمام مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه. قال الإمام مالك: في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين إلى أجل، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال الإمام مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المئة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه ولا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. باب جامع الدين والحول. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
قال: وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال الإمام مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري، وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال الإمام مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال الإمام مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن الذي إن اشتراه ذلك غرر، لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال: وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى ديناً على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً. قال الإمام مالك: وفي ذلك أيضاً عيب آخر، أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح. قال الإمام مالك: وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقداً ب15 ديناراً إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة، أي التدليس. ويكمل القراءة الأستاذ الدكتور أسامة. شكر الله لأخينا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد اللبان على تلك القراءة الطيبة المباركة، والقراءة الآن لأخينا الفاضل الأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فبإسناد مشايخنا إلى الإمام مالك رحمه الله قال: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إن كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير،
فإن دخل فيه ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعاً يحله ما يحله البيع ويحرمه ما يحرمه البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال الإمام مالك رحمه الله: من اشترى سلعة بزاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك علي أو على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال الإمام مالك رحمه الله: في الرجل يقول للرجل: اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عليه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. قال الإمام مالك رحمه الله: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. باب ما جاء في إفلاس الغريم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره. قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم، وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال الإمام مالك رحمه الله: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا العمل فيه. قال الإمام مالك رحمه الله: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئاً إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به
ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. قال: وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار، إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال الإمام مالك رحمه الله: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. خلاص كده يا أستاذنا، تفضل أنت أختم. وشكر الله للسادة العلماء الأفاضل هذه القراءة الكريمة، وندعو الله تعالى في ختام هذا المجلس أن يوفقنا إلى ما فيه صالح الأعمال، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يفك كرب المكروبين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.